هانيا، انت عندك 17 سنة يا هانيا، ايه اللي خلاكي ان انت تكوني واحدة من المشاركين في حملة زي دي؟ انا كنت على فيسبوك عادي، فبعد كده شفت الفيديو بتاع صبحة بس طنشته كده. لما لقيت كذا حد بيعمله شاي قلت طب اشوفه بقى، شكله حاجة مهمة. فشفته لقيت فعلا ان القصة اللي بيحكوها على صبحة حقيقية، وان الحاجات دي محتاجة تتصلح في البلد عشان نخلي الستات احسن وفي باور اكتر، والستات تحس انها واخده حقها واحسن. فبعد كده حاولت اوصل لصاحب الفيديو، لقيت ان بيج اسمها انتي الاهم. فحاولت اكونتاكت، لقيت دكتور عمر، وكانوا مرحبين بيا جدا ان انا واحده صغيره عايزه اشترك في الاورجنايزيشن دي. واكتر حاجه عجبتني ان الاورجنايزيشن بتاعت وومنز رايتس اللي هي راجل عاملها. يعني دايما لما نشوف مثلا اي اورجنايزيشن تكون ست اللي عاملاها، بس راجل يعني بيشوف ستات يعني عشان تخصصه في النساء والتوليد اكتر ما بيشوف رجاله الحقيقه. خالص يعني، فعشان يمكن كده هو حاسس بيهم زياده عن اللزوم. بس فالفكره عجبتني وقلت لو انا واحده صغيره اشتركت ممكن كذا واحده تشترك معايا طبعا. وبعدين صحابك وانتي في مدرسه يمكن امريكان كمان، فبالتالي الفكر المتفتح ده بتاعت ان انتي تشاركي وان انتي تتكلمي مع اصحابك واصحابك يشاركوا، هو ده اللي بيبني مجتمع. ايوه، ان احنا نريز اويرنس باي طريقه نعرف عشان نخلي الناس تزودي الوعي. زود الوعي عشان كل الناس تعرف ان البلد فيها مشكله احنا لازم نصلحها. الستات يعني ناس مهمه قوي في البلد، ولازم كل واحدة تاخد حقها، مش تطبخ بس في البيت وتربي، لازم برضو اعمل حاجة انا بحبها. طب ده كويس جدا. طب قولي لي انت بقى ابتديتي تعملي ايه؟ ابتديتي تكلمي مع اصحابك مثلا، الناس اللي حواليكي، فتحتي باباكي ومامتك في ان انت بتشاركي في حملة زي دي؟ رد فعلهم كان ايه؟ قلت لمامتي وبابايا وكذا حد من صحابي، واتبسطوا بيا قوي ان انا يعني فكرت اعمل حاجه وانا صغيره، حاجه انا بحبها. برافو. ممكن طبعا تساعدني في المستقبل بتاعي. وبس لسه بقى عشان انا بقاليش كتير لسه في الاورجنايزيشن دي، فمع الوقت ممكن اعمل حاجات اكتر. اوكي.